السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ وحتى أولياء التلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم الأستاذة ياسمين وأبنائي وبناتي الدرس تاع نهار اليوم راح يكون في مادة اللغة العربية وبالتحديد التشبيه وأركانه. دونك راح نلاحظوا شنو معناتها التشبيه، كيف استخرج أركانه وحتى الأنواع. دونك يلا نبداو. أول شيء راح نعرف وشنو هو التشبيه. إذا التشبيه هو الربط بين شيئين. دونك ما يهمنيش مثلا الشيئين هادو يقدروا يكونوا إنسان، يقدر يكون حيوان، ولا شيء جامد. دونك ليسونسييل نربط بين شيئين. ارتبطا في صفة واحدة أو أكثر، يقدروا هاد زوج أشياء يكونوا عندهم صفة مشتركة ويقدر صفات كثيرة مشتركة. إذا هذه بالنسبة إلى تعريفي التشبيه. دونك جاية كيما حنا نقولوا بالدرجة، راني نشبه. إذا نفس الشيء، راني نشوفوا شنو هما أركان التشبيه. إذا أركان التشبيه عندنا المشبه، المشبه به، وجه الشبه، أداة التشبيه اللي هي عندنا الكثير من الأدوات. راني عطيت لكم الكاف، مثل، كأن، يماثل، ويشبه. إذا دائما نقول لكم تفهموا بالأمثلة والتطبيقات. يلا نروح نشوفوا المثال ونشوفوا وراو المشبه ولا وشنو معناتها وشنو معناتها المشبه به إلى غير ذلك. المثال تاعنا يقول محمد شجاع كالأسد. إذا أول شيء هو المشبه. إذا الشيء لاني راح نشبهه، شكون هو راح نشبهه؟ إذا محمد. إذا الشيء راح تشبهه نكتبه مشبه. وجه الشبه نخلوه هو الاخر. اذا محمد باش شبهته ابنائي، قلت محمد شجاع كالاسد باش شبهته، اذا راح شبهته بالاسد. اذا الشيء اللي تشبهه به راح نكتب مشبه به. اذا نفس الشيء، من هو المشبه، شكون اللي شبهته، نكتبه مشبه. باش شبهته اذا بالاسد نكتب مشبه به. اذا عندنا اداه التشبيه، استخدمت الكاف، قلت ك، كنت قادرة نقول محمد شجاع مثل الأسد، ولا محمد شجاع ويشبه الأسد. نفس الشيء أبنائي، نستخدم ك ولا مثل ولا كأن ولا يماثل ولا يشبه في خمسة تعتبر أدوات شبه يجب علينا حفظها ولا على الأقل تذكرها. إذا بالنسبة لوجه الشبه، إذا فاش يتشابهوا، وشنو هو العفسة المشتركة؟ إذا تفكروا وجه الشبه هي الشيء المشترك ما بين المشبه والمشبه به. إذا ما هي الشيء المشترك ما بين محمد والأسد؟ إذا وهي الشجاعة. إذا الشيء المشترك نسميه وجه الشبه. معناتها الوجه كيفاش؟ نفس الوجه، نعم نفس الوجه، وهو الشجاعة. إذا هذه بالنسبة للتشبيه. إذا وش قلنا التشبيه؟ هو عبارة عن ربط شيئين في اشتركا، مثلا شيئين اشتركا في صفة واحدة أو أكثر، باش نربطهم بأدوات تشبيه اللي قلنا ك، مثل، كأن، يماثل، ويشبه. إذا كيفاش نشبه، عفوا كيفاش نسمي الشيء الذي راني حابة نشبه به؟ نسميه مشبه. باش شبهته نسميه مشبه به. الأداة اللي استعملتها قلنا الأدوات عندنا خمسة، ووجه الشبه إذا في العفسة اللي اشتركوا فيها. هذه بالنسبة للتشبيه اللي هو درس جد سهل وبسيط أبنائي، ما تعقدوش الأمور عليكم. يلا نروح للتطبيق باش نفهم. إذا مثلا لهنا قال لي استخرج، التطبيق تاعنا يقول استخرج أركان التشبيه في كل جملة. إذا نركزوا، قال لي أركان التشبيه، تسمى واش راح نستخرج له في كل جملة؟ نستخرج المشبه، المشبه به، وجه التشبيه، وأداة التشبيه. إذا أول جملة أبنائي نقرأ كل جملة وبعد نبدأ كل جملة. الجملة الأولى تقول أخلاق الصالحين مثل النسيم في الرقة. الجملة الثانية تقول كأن عمر أسد في الشجاعة. الحياء يشبه الشجرة المثمرة. إذا يلا أبنائي نروح في كل جملة نخرج أركان التشبيه. إذا لهنا أخلاق الصالحين مثل النسيم في الرقة. أنا كاين تلاميذ توعي نقول لهم أداة التشبيه هي أسهل شيء، هي الأولى اللي استخرجوها. إذا واش راكم تلاحظوا؟ اللي هنا استعملنا مثل. إذا مثل هي أداة التشبيه تاع، هي أسهل حاجة. يلا وش شبهت؟ وش راني أنا حابة نشبه؟ أخلاق الصالحين. إذا هي المشبه تاعي، هي اللي أنا حابة نشبهها. إذا المشبه هي أخلاق الصالحين، وما تدوليش أبنائي غير أخلاق. أخلاق شكون؟ أخلاق الصالحين، كلاهما مشبه. دونك كاين تلاميذ يقول لي أستاذ احنا عبدنا المشبه هو كلمة واحدة، لا يقدر يكون تنين. إذا أخلاق الصالحين هي اللي حنشبهها. باش شبهتها؟ حسنتم، شبهتها دونك بالنسيم. النسيم هو هذيك النسمة الباردة،
اللي تجوز كما حنا نقولوا خفيفه. اذا هذا هو المشبه به. دونك شبهت اخلاق الصالحين بماذا؟ بالنسيم. هيا نشوفوا وجه الشبه، فاش اخلاق الصالحين والنسيم فاش عندهم الصفه المشتركه؟ اذا الرقه هي وجه الشبه. دونك لاحظوا باللي وجه الشبه ماشي دائما يجي في الوسط، يقدر يكون كل خطره كيفاش المشبه يقدر ما يجيش هو الاول المشبه به الى غير ذلك. دونك لازم تقراو مليح الجمله باش تفهموا. اذا نعاودوا، اخلاق الصالحين مثل النسيم في الرقه، شبهت اخلاق الصالحين بالنسيم. في ماذا؟ في ماذا اشترك هاد الزوج؟ اشترك في الرقه اللي هي وجه الشبه باستخدام الاداه التشبيه اللي هي مثله. يلا نروحوا للجمله اللي بعدها، تقول كان عمر اسد في الشجاعه. هذه خلاص دونك ولات سهله. كان، اذا لهنا راح تقولي له استاذه كان هي اداه تشبيه، راح نقول كلي، كان تشبه الكلي، اذا اداه التشبيه تاعنا هي كان. يلا نشوفوا وراه المشبه وراه المشبه به. اذا عمر هي المشبه، هو اللي حاب نشبهه. باش راني حاب نشبهه بالاسد، اذا شبهته بالاسد. دونك المشبه به تاعنا الاسد. في ماذا يشترك عمر والاسد؟ راح يشتركوا في الشجاعه اللي هي وجه الشبه. اذا انا حاولت نعطيكم جمل باش تلاحظوا باللي نقدر نبدا باداه التشبيه، نقدر مثلا نبدا بالمشبه الى غير ذلك. مفهوم ابنائي؟ يلا، اذا كان هي اداه تشبيه، عمر مشبه باش شبهته بالاسد فهو مشبه به. في ماذا اشترك عمر والاسد في الشجاعه؟ اذا هي وجه شبه. اذا نروح للجمله الاخيره اللي تقول الحياء يشبه الشجره المثمره. اذا واش راكم تلاحظوا ابنائي؟ لهنا استعملت اداه التشبيه يشبه، اذا هذه هي الاداه تاعي، اداه التشبيه هي يشبه الحياء. وراح نشوف وراه المشبه وراه المشبه به. اذا الحياء دونك هي المشبه، هي راني حابه نشبهها. بماذا اشبه الحياء ابنائي اللي ما يفهموش معناتها الحياء؟ معناتها الحشمه، العفه والحياء، معناتها واحد كي يكون يحشم. اذا الحياء يشبه الشجره المثمره. واش راكم تلاحظوا؟ اذا الشجره المثمره هي المشبه به، اذا المشبه به هي الشجره المثمره. ولاحظوا قولوا لي استاذه مادام هنا الحياء مشبه ويشبه اداه تشبيه، الحياء واش يشبه؟ الشجره المثمره. قولوا لي وراه وجه الشبه؟ اذا وجه الشبه ابنائي محذوف، لازم حنا وحدنا نفهموه باللي الحياء يشبه الشجره المثمره. لازم تشوفوا وشنو هي الربط ولا الصفه المشتركه بين الحياء والشجره المثمره. إذا أبنائي الشجرة المثمرة راهي حاجة مليحة، مثلا الشجرة المثمرة تعطينا ثمر. نفس الشيء الحياء كذلك، كي يكون واحد يحشم ربي راح يعطيله ثمرة النجاح تاعو اللي هي الحسنات. إذا الحياء والشجرة المثمرة وجه شبههما هو أنه عندهم نتائج جيدة. مثلا الشجرة تكون نورمال وبعد تبدأ تثمر، إذا أعطتني حاجة جيدة اللي هي الثمار. والحياء نفس الشيء ابنائي، واحد كيكون يخجل مثلا من الكبير ويكون يتيق كما حنا نقولوا ماشي في الطريق الصحيح، فانه كذلك يلقى الحسنات عند الله. دونك هذا بالنسبه للتمرين، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. كذلك ابنائي زدت لكم لهنا انواع التشبيه. دونك التلاميذ اللي مازال ما شافوا مثلا كيما سنه اولى متوسط مازال ما شافوش انواع التشبيه، وانما من الثانيه حتى للرابعه حتى في الثانوي راح تشوفوا انواعه. دونك تبعوا معايا. اذا لهنا واش راكم تلاحظوا انواعه سييت الماكسيموم كيفاش نلخصها لكم. اذا انواع التشبيه واش رانا نلاحظوا لهنا؟ عندنا خمسه انواع من التشبيه، راح نفهم لكم كل واحد. اذا عندنا مفرد مفصل، مفصل مرسل مجمل، مفرد مؤكد، تشبيه بليغ، وتشبيه مقلوب. اذا راح نفهمكم مفرد مفصل ابنائي وشنو معناتها. كيقولوا لي وشنو هو التشبيه مفرد مفصل؟ اذا نقولوا به جميع الاركان، تسمى فيه المشبه، فيه المشبه به، فيه وجه التشبيه، وفيه كذلك اداه التشبيه. اذا مفرد مفصل كما الجمله الاولى والثانيه اللي ديناهم، فيه كل ادوات التشبيه. اذا مثل ان القطن ناصع كبياض الثلج، اذا المشبه هو القطن، باش شبهته بالثلج كبياض الثلج، اذا شبهته ببياض الثلج، فاش
ناصع هي الصفة المشتركة، تسمى في الزوج ناصعين، وأداة التشبيه استعملت الكاف. إذا كل تشبيه تلقاو فيه المشبه والمشبه به وأداة التشبيه والوجه الشبه، هنا عرفوا باللي نسموه مفرد مفصل. مفصل جاي من كلمة معناتها فصلت وحطيت كلش. يلا نروحوا للثاني، مرسل مجمل. شوفوا اللي هنا يحذف وجه الشبه. إذا مش راكم تلاحظوا أبنائي هذه الأخرى، الحياء يشبه الشجرة المثمرة، وجه الشبه ما درناش، فإننا نسميه مرسل مجمل، معناتها حذفت وجه الشبه. كيما راه لهنا كأن عمر أسد. يلا نشوفوا شنو هي الوجه الشبه ولا العفسة المشتركة ما بين عمر والأسد، هي الشجاعة. إذا محذوفة نسميه مرسل مجمل. يلا نروحوا المفرد مؤكد. إذا وشنو هو مفرد مؤكد؟ تحذف أداة التشبيه. إذا أي شيء نحذفوا له، أي جملة نحذفوا لها أداة تشبيه نسميها مفرد مؤكد. ناخذ مثال، عمر أسد في الشجاعة. ما قلتش عمر أسد، عمر كالأسد في الشجاعة. إذا قلت عمر أسد في الشجاعة نقدر نقولها في اللغة العربية وحذفت التشبيه، إذا فهو مفرد مؤكد. هيا نروحو نشوفو شنو معناتها بليغ. بليغ يذكر المشبه والمشبه به فقط، تسمى ما عندي وجه شبه، ما عندي أداة تشبيه كيما لهنا عمر أسد. مفهوم أبنائي؟ والأخير نسميه التشبيه مقلوب، مثل قول الله تعالى إنما البيع مثل الربا، يقلب المشبه مع المشبه به. دونك نقلبو في بلاص ما نبداو بالمشبه نبداو بالمشبه به. مفهوم أبنائي؟ هذه بالنسبة لأنواع التشبيه. إذا إن شاء الله الدرس تاع اليوم يكون مفهوم. أي سؤال ولا استفسار خلوه لي في التعليقات، نحاول نجاوب عليه على شكل فيديو، وإن شاء الله كيما نقول لكم كالعادة بالتوفيق يا أبنائي.